ادي الارقام بقى في دور الثمانيه، عندنا 10 اهداف، 28 انذار وطرد واحد اللي هو كان في المغرب. 16 منهم فين بقى يا استاذ لميس؟ 16 منهم فين؟ في ماتش ال 15 المعركه اللي بين هولندا والارجنتين. 15 منهم 16 8 8 وبتفكرنا بقى يا كابتن تامر ماتش نورنبرج بتاع 2006 بين هولندا وبين هولندا و 16 انذار ده راجل معاك ورقه كوتشينا 16 انذار. كان الماتش ده كان فيه 4 طرد، ماتش بتاع كاس العالم كان فيه 4 طرد، ده طرد واحد اللي هو من بتاع دومفريس اللي هو انذارين في طرد، فطبعا بيعبر عن يعني الحركه. جبت فيديو بتاع ميسي وكابتن فاروق طبعا علق عليه انه كان في توتر، كان في توتر كتير. يلا بعده الخطه الحمراء لشتيرا لاعب المغرب. ده مجموعه بقى انه في دور الثمانيه ميسي اصبح الهداف التاريخي كلهم كسروا ارقام المره دي. ميسي 10 اهداف، رونالدو تساوى مع بدر المطوع في اكتر مباراه دوليه برصيد 196 مباراه، هاري كين بعد الجون اللي جابه في مباراه فرنسا لضربه الجزاء تساوى مع وين روني والجون اللي ضيعه اصبح 53. بعتقد انه طبعا يعني رغم تحقيق الرقم في اكيد كاتب حتى هو تويته طويله يعني على حزنه ان انجلترا طلعت. نيمار طبعا نفس الكلام، بتحقق رقم قياسي بالتوازي مع خروج منتخب بلادك، بعتقد بقاش ليها اي نوع من انواع الفرحه. 77 هدف بيتساوى مع الاسطوره بيليه طبعا. اللي بعده دي بقى ارقام الاهداف حتى الان، احنا فاضل اربع ماتشات، 158 هدف في هذه النسخه من كاس العالم. لا لسه لازم نجيب في الاربعه لسه لازم يعني اعلى نسخه كانت البرازيل 2014 171 هدف. لا ومعها 98 معها بطوله ثانيه 98 بالظبط، الاثنين كانوا 171 هدف. صعب جدا والكباتن الكبار كمان يعني اعتقد هيوافقوني في الكلام ده، ان في نصف النهائي تلاقي سكور يا استاذ لميس. لو احنا عايزين نوازوا نسخه روسيا عايز ثلاث اهداف في كل ماتش، انت محتاج ثلاث اهداف في كل ماتش عشان بس يوصل لروسيا، تعدي الرقم ده بالظبط، تعدي الرقم ده اكتر لازم تبقى 170 تعدي 170 يبقى 12 هدف. لا اربع اهداف يحطم، اربع اهداف يحطم رقم يعدي البرازيل و98 طبعا نسخه فرنسا. ده اخر اعتقد اخر جراف عندنا. يمكن عايزين نعرف في طرد كتير جدا، مش طرد في يعني في عفوا ضربات جزاء بتروح يعني دي من اكتر النسخ اللي ضربات الجزاء فيها هاري كين ضيع، ميسي ضيع، هما زمايل زمايل في توتنهام في اول واحده لوريس بص له انا صفاف فين ليفاندوفسكي ضيع اللي فات لما انا قلت لك خمس ضربات جزاء والخمسه سجلوا مظبوط. هاري كين برده السادس اللي ضيع وسجل ليه هو الكبار بيضيعوا ضربات الجزاء؟ هسال كابتن فاروق السؤال ده بس بعد الفاصل، بس ده سؤال مهم جدا. ليه الكبار يعني شفنا يعني محمد صلاح بيضيع ضيع امبارح هاري كين ضيع الكبار كلهم بيضيعوا ضربات الجزاء.